تبي نصيحة؟ تحطها هنا هنا المكان اللي تبي. شوف، مهما كنت صاحب معاصي، عقوق، مخدرات، مشاكل أسرية، صلة رحم، علاقات محرمة، أيا كان يكون، أغاني، اللي أي شيء في راسك، لا تقطع علاقتك مع الله خاصة في الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا كلام الله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة 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 وما ملكت أيمانكم، 3 مرات. بأهمية الصلاة، أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت الصلاة صلح سائر العمل، وإن بطلت الصلاة بطل سائر العمل. لا تترك الصلاة مهما كان عندك. يجيك الشيطان يقول لك: يا أخي أنت تسوي، ما ينفع، ما يقبل منك صلاة. لا، لا تسمع كلامه ولا تتبع خطوات الشيطان. اتفقنا؟